الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، يا رحمة الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب النحر الدامي، والقلب الظامي، والنساء المسبيات. ما خاب والله من تمسك بك وأمن من لجأ إليك. يا ليتنا يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. عشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت فيها. خذوا من تربها كحلا إلى البصر. يا زائري يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت فيها. خذوا تربها كحلا إلى البصر ولهفتاه لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر رمين بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري
تلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر وتلك تصرخ وجداه ومحمداه وعليا وتلك تصرخ وجداه وأبتاه وتلك تصرخ ويتماه في الصدر ولا تروا زينبا مناشدة باكية تلثم ترب الطف كالعطر لا تغسل الدم عن حسين عن لحيته ففيها خضاب الشيب والكبر لا تدفن الطفل عنه مبتعدا فإنه لا يطيق اليوت في الصغر تقل أخويا أخويا حسين جيتك يا أخويا خويا نجيتك وجبت الراس 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 يا حسين وياي خويا وياي وياي من السبي وجانت بيه السلواي خويا وحس يا خويا صار هذا آخر فراق ترى لزينب مع الحسين آخر فراق زيارة واحدة لها عند الحسين خويا من واي من واي اشكي لك يا خويا حوالي بممشاي خويا ممشاي دنهض يا خويا وقلعة حماي احماي خويا وامسح بردنك الدمع عيناي خويا عيناي انخاك ما تنهض النخواي خويا معذور معذور يا المذبوح على الماي خويا والله معذور يا المذبوح يا روح على الماي بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون
يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الليلة أتحدث فيها عن مضامين هذه الآية المباركة، ولهذه الآية المباركة محطات شتى، لأن الذي كتب فيها الكثير والذي وضع أسس التفسير الموضوعي لهذه الآية أيضا الكثير. آية واقعية مصيرية حافلة برد كبير جدا، تارة ردها على العقائد المنحرفة الباطلة، تارة ردها على السياسة التي تخالف منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تارة ردها على التكتلات الاجتماعية العقائدية التي تتصور أن رؤياها وعقيدتها ومفاهيمها ومبانيها وأدبياتها الصحيحة، تارة ترد على عالم جاهل مغرور غرته الدنيا، غرته المطالب، غرته شخصيته، أخذت منه الدنيا بمعنى أو بآخر، تارة ترد على الفقيه الذي لا يحسن صناعة المجتمع وصياغة المجتمع وصياغة التأريخ بشكله الحقيقي والواقعي. الآية فيها نبأ، فيها خبر، الله عز وجل يضع هذا الخبر، يعلم الناس بالأخسرين أعمالا. شنو دولة؟ شو مسوين؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا يعني اتخذوا مطالب في هذه الدنيا بعيدة عن ولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضل سعيهم في الدنيا لأن السلطة أبرزتهم فحولتهم إلى كيانات تعمل ضد الدين، ضد الشعيرة الإسلامية، ضد الشعيرة الحسينية. ضل سعيهم في الدنيا يعني حاولوا جهد الإمكان أن يبيدوا الخط السياسي والفكري والفقهي والعقائدي في الفكر الحسيني، فما استطاعوا، والحسين بقى صدى في كل عواصم العالم. في مثل هذه الليلة ترتج الدنيا بأجمعها صارخة يا حسين. ظن الجميع إن زينبا ستنتكس، وغدا سأوضح هذا المطلب، زينب وكيف أسقطت الدولة الأموية في بحث مستقل. زينب ستنتكس، ولكن انتكست كل الرؤوس العفنة وتحولت إلى دائرة النصب والفوضى واللا أخلاق. يحسنون صنعا في الدنيا، ظنهم إن الأموال ستقلصهم غدا في صندوق العمل الذي أشار إليه الإمام الرضا وهو القابر. يظنون أن السلطوية وأكل ميراث الأرامل والثكالى والمحتاجين سيعصف بالمذهب، والآن ترى الأرامل والثكالى والمعاقين كلهم على طرق أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يخدمون زائري الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما ظن من قبلهم بعض الظنون الذين قالوا إن الحسين قتل فانتهى وانتكست الثورة وانتهى أبا عبد الله، وإذا أبا عبد الله محور الأرض وقطبها. الذين يحسنون صنعا في الحياة الدنيا، الذين لا يرون الآخرة بعين الاعتبار، لا يفكرون بغد، لا يفكرون بالمصير، لا يفكرون من أي شخص سيلتقون، لا يعلمون أنهم سيقفون أمام علي المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، ولا يفكرون ولا يخجلون أنهم يرون أن أول خطيب اعتلى المنبر على وجه الأرض وذكر الحسين وكرامة الحسين
وشم تربة الحسين التي جاء بها جبرائيل هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. حينما خرج من بيته وهبط جبرائيل وجاءه بتربة كربلاء، فوقف النبي خاطبا في جمهور المسلمين برواية أبا بكر ورواية عمر نفسه وأبو حذيفة اليمان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في مصادرهم، يقولون: خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقف بين الناس، شم تربة الحسين وسالت دموعه على خديه، وروى ما جرى في كربلاء، فبكوا جميعا، لكنهم أسسوا الخط الذي أرادوا أن يقتلوا به الحسين، ظنا منهم أن رسول الله سينتهي. ملايين تطوف بعرصة أبي عبد الله، من صنعها؟ من أسسها؟ من قادها؟ من الذي رسم الخطوط العريضة لهذه الثورة العملاقة؟ تلك السيدة التي ماتت عن عمر 57 عام، لبوة علي بن أبي طالب، لبوة بني هاشم، مقدسة الشيعة، رايتنا، رمزنا، فخرنا، فكرنا، جهادنا، نضالنا، هي زينب الكبرى أم الحسن صلوات الله وسلامه عليها. يحسبون أنهم يحسنون صنعا في الحياة الدنيا. أنبئكم بالأخسرين أعمال هؤلاء. الخطوط التي تقف الفقهية تناضل بما تمتلك من رؤى، من أفكار، من نظريات، من أموال. أين الوهابية العمياء؟ أين السلفية التافهة؟ أين أرباب المذاهب الذين حاول جهد الإمكان أن يطبلوا ويزمروا ويقتلوا في أحباب الحسين، والكل يقول حب الحسين وأجنني؟ أين هم وأين الحسين؟ أين مذاهبهم وأين الشيعة الإمامية؟ إلى أين انتهوا وإلى أين انتهينا؟ نحن جزء من صناعة ذلك التأريخ، لكن هذا التأريخ يحتاج إلى رفض لقيود هذه الحياة البالية المنتهية. العقيدة الإسلامية فيها ضرورة عامة وفيها ضرورة خاصة. الضرورة العامة تقول كالتالي: أنا لا أريد أن أحذف فصلاً عن الإمام الرضا، لأن تبلغت متأخر في ذكر الإمام الرضا، فأريد أوضح، أخلي الأدلة بنصوص هذه الآية وإن كان على عجالة من فم الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الخطوط الضرورية العامة يجتمع فيها المسلمون كلهم، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلنا نتفق على عقيدة أصولية مشتركة نتوافق عليها: التوحيد والنبوة والمعاد. العقيدة الخاصة، تمسك الشيعة بالإمامة وقالوا بنص الإمامة ورفضوا الشورى، لكننا لم نكفر المذاهب الإسلامية الأخرى في عقائدهم. هم تمسكوا بالشورى، نحن تمسكنا بالنص والإمامة. قادتهم الشورى أن يصفون التوحيد الله المطلق الأزلي الأبدي الأوحد خالق الأشياء، أن يقولون عنه: ينزل على حمار وشاب أمرت. وقادنا النص عبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأئمة أهل البيت، والكلمات واضحة في حديث الثقلين. قادنا ذلك إلى أين؟ قادنا ذلك، السلام عليكم ورحمة الله سيدنا، قادنا ذلك إلى عناصر عرفنا فيها الله عز وجل. زكريا ابن آدم، شخصية مقربة، عدوه من أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. عدهم الشيخ الطوسي 313، عدهم باقي الشريف القرشي 367، عدوهم آخرين ما بين هذه الأرقام. جاء للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حينما دخل على الإمام الرضا قال: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أهاجر، أريد أخرج من هذا المكان
من أرض طوس. قال لما؟ شنو سبب المهاجرة؟ قال الدنيا، ضائقة الدنيا، ويتبين لك مفتاح المقدمة. قال الدنيا، الاقتصاد، العوز، الضغط النفسي الهائل باعتبار أنا أواليك ومن أصحابك ومن المقربين إليك. أريد أن أهاجر، أخرج من هذه الأرض إلى ديار أخرى، إلى مكان آخر. قال له الإمام اجلس يا زكريا. جلس. نحن علينا بالرواية، علينا بالمسلمات، ما علينا بالشطحات. الشطحات عالم مغرور في بعض الحالات يأتيك بعقيدة صادق عليها فترة زمنية وناضل من أجلها ثم باعها وباع المسلم، ما العلاقة به؟ قال اجلس يا زكريا. اقعد. جلس زكريا. حينما جلس زكريا دخل سائل آخر على الإمام الرضا. الإمام يعلم بذلك من دون شك. حينما دخل عليه قال من أين أخذ ديني يا ابن رسول الله؟ قال خذ دينك ودنياك من زكريا ابن آدم. زكريا صفر على الإمام تعريف كبير، أخذ دينك ودنياك من هذا الرجل الموالي. حينما خرج السائل قال كيف تصفني كذلك يا ابن رسول الله؟ قال لأنك تحمل العقيدة الحق لولاية محمد وآل محمد، ولطالما، هذا اللي أرد أشيره، ولطالما أبكيتني بذكر عمتي زينب. الشيء الآخر، من يجي شخص أحمد ابن عاصم يدير وجهه الإمام عنه، ما يتحدث معاه. ليش تدير وجهك عني يا ابن رسول الله؟ قال إني سمعت أنك تجالس المخالفين. تقعد أنت وي المخالفين وتسمع لقولهم، تأخذ فكرهم، تأخذ كلامهم. أنا أخاف عليك، خاف تدفعك المصالح، السلطة، الكرسي، الاسم، الأموال، التكتلات، الأدبيات، الآراء الثانية. ترى ثلاثة أرباع سياسيين قلما ما يسيرون بما نسير. قال ماذا أفعل يا ابن رسول الله؟ قال اعرض عنهم، تعال إلى مجلسنا، اقعد في مجلسنا. هاي المجالس ما تخدمك، هاي المجالس شو ما تفيدك. فاكو مسلمات، هذه المسلمات جاءتنا عن رسول الله، هذه المسلمات جاءتنا عن أهل البيت. حينما يأتيك إنسان يمس تلك المسلمات بالشطح العقائدي، بشطح فكري، بعنوان سياسي، خاصة إذا المسألة تطورت ووصلت إلى حدود، نحن مسلمين في قضية النبوة، نقول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دخل سائل على الإمام الرضا قال له يا ابن رسول الله أعظم ما خلق الله عز وجل على وجه الأرض؟ قال له جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخبرنا عن الغيبة، أخبرنا عن الإمام الحجة، أخبرنا وجاء جيل من العلماء، قدماء، متأخرين، متقدمين، كلهم قالوا برؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنت الكاريزما ما تخليها لنفسك، ما تجي تمليها على أساس لدينا كم هائل من الروايات والنصوص. علماء رأوا، كبار رأوا، ناس بسطاء رأوا، أولياء رأوا. احنا مو نتذكر من على المنابر أو نكذب من على المنابر. أنا سامع بآذاني هذا الشخص الذي يدعي هذا الادعاء في فترة معينة علمية وإذاناتي، كان يدعي أمامنا بأنه يرى الإمام بالأسبوع مرة، لكنه الغرور تجاوز الناس. هو شنو الجهل المركب؟ قمة الجهل المركب هذا. أنا بأذني يدعي لقاءه بالإمام وينكر علماء، ناس بسطاء. نحن نقول من على المنابر أن الإمام الحجة يرعى زائري أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الروايات الواردة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول كالتالي:
إن زائري ولدي الحسين إبراهيم الخليل وعيسى روح الله وموسى والأنبياء والمرسلين وكلهم يتشرف ويتبرك بزيارة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هل يعقل حجة الله باب الله الإمام المعصوم أن لا يكون حاضرا في مثل هذه الليالي في كربلاء؟ محال. من أنت وتدعي؟ ما حجمك؟ ما كيانك؟ ما وجودك؟ قبلك ظهرت أشياء وأفكار وساسة وقادة ما استطاعوا أن يؤثروا على عقيدتنا، لكن أخلاق علي بن أبي طالب، الطريق الذي رسمه لنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، جعلنا له أولويات. أخلاق الحبيب المصطفى جعلنا لها أولويات مقدمات. وإلا الإمام أمير المؤمنين بالله عليك من يخرج عمر بن الحريث يطلع برا هو وجماعة، يجلس في الصحراء، يجلس في الصحراء، يأتي ضب حيوان، يقولون فلنبايع هذا الضب لأننا لا نريد أن نبايع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يرتقي الإمام أمير المؤمنين على المنبر بعد فترة، حينما يقف الإمام أمير المؤمنين بعد فترة على المنبر يتحدث عن من أين يحشر المرء مع إمامه مع نبيه، قال مجموعة عيسى الصادقين مع عيسى وموسى، مع جماعة موسى مع موسى، والناس تحشر بعد ذلك كل مع إمامه. ثم نظر إليهم وقال بعض الناس يحشرون يوم القيامة مع الضب. منين عرف علي بن أبي طالب؟ عرفها من خلال تحقيقاتك أنت، عرفها من خلال رفضك أنت. علم الإمام، تعرف شنو علم الإمام؟ معرفة كل الحقائق الموجودة في عالم التكوين. هذا شنو هو؟ الذين يحسبون أنهم يحسنون شنو؟ صنعا في الحياة الدنيا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. بس حساباتهم شنو؟ إنهم يحسنون صنعا. الحاكم النيسابوري يأتي بقصة، قصة جميلة رائعة، صادق عليها العلماء، صادق عليها أصحاب العقل والحكمة. رجل قسم يقولون إنه اسمه أبو حبيب وقسم آخر يقول أبو حبيبة. هذا الرجل يقول كنت نائما، وحينما كنت نائما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حينما رأيت النبي في الرؤيا كأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بيده سلة فيها تمر، فجاءني بالرؤيا وأعطاني 18 تمرة، 18 تمرة أعطاني، ولكني أرى النبي جالس في الجامع الكبير في البصرة. بعد ذلك يقول سمعت صوت، جلست من نومي، قالوا إن علي بن موسى الرضا جالس في الجامع الكبير، ذهبت. يقول والله دخلت وجدت نفس هذه السلة والتميرات بين يدي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يقول سلمت على الإمام، وبعد أن سلمت على الإمام شال 18 تمرة أعطاني. يقول سألته لأختبر علمه ورؤياي، قلت يا ابن رسول الله زدني، قال لم يزدك شيئا جدي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الإمام اللي احنا متمسكين به، هذا الجانب المحور الأول من الآية الكريمة. المحور الثاني، محور تمسك الإنسان بالدنيا بحيث يصل في بعض الحالات إلى رتبة المنكرين عقائديا. والمنكرين عقائديا مسألتهم واضحة في العقيدة، وواضحة في التاريخ، وواضحة في الحوادث، وواضحة في
في مصادر كثيرة وأحاديث كثيرة، دول المنكرين كيف يصلون إلى حدود الإنكار من دون الشك؟ أغلب الأحاديث كلها تشير إلى الدنيا. يا أخي هذه الدنيا بلوى، هذه الدنيا فيها محطات كوارث تخرجك من دائرة الصراط المستقيم، تخرجك في بعض الحالات عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تخرجك حتى عن ولاية الرسول. الإنسان الذي لا يحسن الإيمان والتصرف في دائرة هذه الحياة يسقط. اليوم الدنيا ملتهبة، ملتهبة بخطوط وتيارات ونزاعات وعقائد وأشكال ألوان. الإنسان يجب أن يكون حذق، يعرف منين يأخذ الكلام، يعرف منين يأخذ الحكمة، يعرف أنه هذا الرجل عاقل. هذا اليوم عندنا عشرات الفقهاء، اليوم عندنا آلاف العلماء، اليوم عندنا ما شاء الله من المفكرين. هاي كلها مطروحة في داخل الساحة، وهذا الكم الهائل كله يجيك. عندنا خطوط الآن في داخل الشيعة أنفسنا في المشكلة المضمونية تتلاعب بأشياء كثيرة عقائدية يصدقها الناس. فعلى الإنسان أن يلتفت في قضية الهيمنة على نفسه وعلى أهواءه في هذه الدنيا. ولا ترى مرات يجيك كلام من إنسان صدق سالم عليه يقودك إلى جهنم، وهواي شخصيات راحت إلى دائرة جهنم، وهواي تكتلات راحت إلى دائرة جهنم. والدليل على هذا، هنالك شخصية لربما البعض ذكرها البعض لم يذكرها من على المنبر، يقال إن من الذين نصروا أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه رجل كان ما عنده استعداد أن يحمل سيف، رجل عاجز رجليه ما تحمل للقتال. يقولون هذا ظل بالخيام مع النساء والإمام زين العابدين، لكن من سمع صرخة زين العابدين وزينب بسقوط الحسين أخذ شيء من بقايا السيف وزحف ما كل يقاتل إلى أن قتل. الدنيا هي اللي جرت عمر بن سعد، السياسة هي اللي جرت عمر بن سعد، قلة العقيدة هي اللي جرتهم. وإلا سامع أنت في حياتك إنسان يخاطب مجتمع متكامل يقول له ما أنا جدي الحبيب المصطفى محمد ويقتل، وبعد أشد من هذا ويداس بالخيل ويفرى جلده بعظمه بالتراب حتى إن الإمام زين العابدين لا يستطيع حمله؟ ما الذي جرى؟ الذي صدر من الحسين؟ ما الذي صدر من الشيعة؟ ما الذي صدر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ هل هنالك صادر؟ هل تجد في التاريخ صادر غير أخلاقي؟ بالعكس، أساس الحوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قل هو أذن خير لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آذوه، والنبي يحاور حاربوه، والنبي يحاور شتموه، والنبي يحاور تجاوزوا على حدود علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يحاور. انت هاي الأرقام مرات تقرأها بصفين وغير صفين لا تأخذك بالغرور. النبي راح 10 للهجرة، 35 اجى أمير المؤمنين للخلافة، على مستوى 25 سنة صار جيل طويل عريض معبأ إعلاميا بإسقاط علي بن أبي طالب. لذلك هذا السائل اللي يدخل على الإمام الباقر يسأله كم هم الأصحاب المخلصين الذين قاتلوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول لا يتجاوزون 40 أبو خالد الكابولي. يسأل الإمام يقول له قد؟ يقول لا يتجاوزون 40. هل هذه الدنيا فيها 40 مخلصين؟ ألم تتفق رواياتنا الصادرة عن أهل البيت لو كان 313 كان 300 شخص كذا من المخلصين لخرج إمام زماننا؟ هذه الروايات مو موجودة. يأتيك شخص يقول وصلت بي حدود الشطح العقائدي يقول لك أنا ما أقر بحديث علي قسيم الجنة والنار، هل يرضى المرأة بذلك؟ شا أنت إذا عندك علي ابن أبي طالب ما ثابت قسيم الجنة والنار، شا زينب شلون توصفها؟ مسائل ترى الدنيا مشكلة. اتبع العالم اللي عنده حكمة
اللي عنده حلم، اللي عنده علم، اللي يعرف كيف يتصرف في الساحة، كيف يقود الناس، كيف يوظف ويصون المذهب. لا تتبع هواك وهوى الآخرين، لأن أغلب مطبات الناس التي دخلت في مآزق التاريخ بهذه الأسباب، يحسنون صنعا في الحياة الدنيا. صير يا سيدي لبيب، لا حد يصفط عليك بعض النصوص وبعض الروايات اللي ما لها أصل. أنت رجل تنتمي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رجل تنتمي لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أهم شيء يقول لطارق ابن شهاب الإمام أمير المؤمنين: معرفة الإمام، معرفة الإمام، معرفة الإمام. دولتك الحسين، قائدك الحسين، قانونك الحسين، أمتك الحسين. الأمة في الحسين، والقانون في الحسين، والسلطة مع الحسين، ونحن جنود الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا تخلي فئة لما دون فئة تجندك وتقودك إلى متاهة أصلا، ولا تخطر في بالك ولا قلبك. عيش في دولة أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، تحقق النصر في الدنيا، ويكون موقفك مشرف عند الله غدا، وتعبر وتتجاوز هذه الدنيا وأنت تحمل أجمل حقيبة. أما إذا أخذتك الدنيا يمينا وشمالا وأهواء وملتهي بهالحوارات، هذا زين وذاك مو زين، والانتخابات، وانت شو مستفيد مولاي من الانتخابات؟ هاي الأرقام الخيالية ما ثروت بلادك ووطنك ونفطك وثرواتك الطبيعية، وانت شو مستفاد من عدها؟ ما زلت غريبا، ما زلت مهاجرا، ما زلت وحيدا. يا هل يؤمن بالطاقات، يا هل يؤمن بالكفاءات، يا هل يؤمن بالمفكرين، ما لك علاقة بهذا الكلام؟ الأشياء اختلفت، الموازين اختلفت، بلدك يباع، بلدك ينتهك، لكن بأسلوب آخر، بطريقة أخرى. هاي مو مدرسة علي بن أبي طالب، هذا مو اللي قاتل من أجل الحسين، هذا مو الذي ذكره الإمام الرضا لنا، هذا مو الخط السياسي الصحيح، ولا الخط الفكر الصحيح، ولا الخط الدين الصحيح. فكل إنسان يجب أن يتقي كل تلك الأشياء، لأن هؤلاء يعتقدون أنهم يحسنون صنعا في الحياة الدنيا، فالله عز وجل حذرنا منهم. وهذا التحذير تحذير واقعي، وكلامي واقعي، وفي نفس كل إنسان أن يتحدث فيه. ويجب أن تكون الأربعين وغير الأربعين لافتة سياسية مرفوعة من أجل الحق. وفي مثل هذه الليالي، شنو الليالي؟ يتام الحسين، أبناء الحسين، لبوة بني هاشم، عليل بني هاشم، 40 ليلة تحت الضغط السياسي الهائل، عذاب نفسي، قسوة، شتم، تجاوز، عدم وجود ذرة من ذرات الأخلاق لا عند يزيد ولا عند الدولة الأموية. سخط في خربة، جالسين في خربة. تعرف شنو خربة؟ الإمام زين العابدين يقول: من غير ظلال. أكو غيور يرضى علوية بنت رسول الله، ويا علوية. خلاصة بني هاشم، من أين تنتهي؟ إلى أين تنتهي؟ أبو طالب، أبي طالب، هاشم، علي بن أبي طالب، رسول الله، فاطمة الزهراء، منو؟ أخوها الحسن، أبو عبد الله الذي قتل مظلوما. من أين؟ من يا عائلة؟ من يا قبيلة؟ تسبى، تشتم. وأطفال الحسين، ومن أشد المواقف، أشد المواقف وأعلم المواقف في التاريخ، ماكو ظلامة جرت مثل ظلامة زينب صلوات الله وسلامه عليها. والظاهر الإنسان إذا عد تراكمات وعنده آلام وعنده أحزان، في بعض الحالات ترى يحير وأن يلتفت.
فقدان الحبيب المصطفى، فقدان علي المرتضى، الحسن المجتبى، الحسين، فاطمة الزهراء، وهذا الضغط بهذا العنوان. وبني أمية ترى عندهم سياسة في التعذيب، وكلها هاي مسيرة. والمشكل الأكبر والأعظم رؤوس الشهداء معهم، مو هي التي تقول بأبي هي وأمي فداء لنا عليك إيه والله زين، مو هي التي تقول عم قل لحامل الرأس أن يرفع الرأس أمامنا فالله لقد هتكت ستورنا من كثر النظر إلينا، مو هي قائلة زينب؟ مو هي اللي تخاطب يزيد الطليق شارب الخمر بخطابات متنوعة؟ مو هي التي حملوها رفعوها من جسد أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليها عليه؟ مو هي التي ضربوا متونها بالصوت؟ مو هي التي شكت حينما ذهبت إلى العلقمي ورمت بنفسها على أبي الفضل عباس وبكت وذكرت كل من حولها من النساء مما جرى عليهن من آل أمية؟ مو هي التي التجأت بعينيها على الإمام أمير المؤمنين شاكية لعلي بن أبي طالب مما جرى عليها؟ مو هي التي دخلت على قبر جدها المحمد المصطفى، دخلت على قبره ورمت بنفسها على قبره وذكرت تلك الظلامات؟ إذن ما أعظمها من ظلامات؟ مو هي التي ذهبت إلى البقيع ورمت بنفسها على قبر أمها وأخيها؟ مو هي التي تخاطب محمد بن الحنفية تقول له، تقول زينب الهاشمية؟ لا لا لا، هاي الكلمة الخالدة على ما تقول له أنا زينب المسبية. مو هي التي في دخولها إلى المدينة لم يعرفها أحد؟ مو هي التي لم تصبر على تلك الظلامات إلا سنة واستشهدت؟ أي سياسة وأي حكومة وأي عقيدة عند هؤلاء القوم؟ هؤلاء عشاق الدنيا، هؤلاء قمامة التاريخ. مو هي التي في مثل هذه الأيام تقف على المفترق؟ أنا ما أرد أطيب. مو هي التي تقف على مفترق طريقين؟ رواية قاتلة والله. مفترق طريقين، طريق إلى المدينة وطريق إلى كربلاء. يسألها زين العابدين روح له الفدا عمه، هذا الطريق إلى المدينة وهذا الطريق إلى كربلاء. تقول لا 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 عمه، إلى مصارع الشهداء. عمه علي قل للدليل يميل بينه، خلي يميل الدليل بوادي كربلاء عندنا مشاتيل. مو هاي اللي بكاها السيد حيدر الحلي أنا يا قتل الطاف هل زلت ناعيا والزهراء تبكي تثير على مدى الزمان البواكي. مو الزهراء اللي تذكرها الأبيات قصيدة السيد حيدر تقول له ستنسى الكرى عليني حلفنا بمن تبكاه إلا تلاقيا. مو هي هاي الحالة التي أبكت فاطمة الزهراء؟ مو هذا التاريخ كله يشهد؟ تقول لا عمه إلى كربلاء. ومن وصلوا الكربلاء إلى أن وصلوا ماكو نظرت، وجت الآلام، رمينا بأنفسهن من على النيام، وهرولت النساء كل وحدة إلى قتيلها. يقول أعظم ما أجاني وأبكاني زين العابدين، والليلة أيضا ذكرى شهادة الإمام الرضا. من يدخل عليه جعفر بن عثمان يقول له الحلي الحلي يا جعفر بكيني على ذكر عمتي زينب الحلي. وبعد ذلك وين وصلت؟ كل النساء تفرقن على القبور، وجاءت زينب وين؟ إلى قبر من؟ إلى قبر سيد الشهداء زين العابدين. يقول أشوف طفلة لاحقة زينب وراها وين ما تروح. يقول تروح لهذا القبر هي معاها، ترجع من هذا القبر هي معاها، إلى أن جاءت إلى قبر الحسين. يقول التفت لها لقيتها حميدة بنت مسلم بن عقيل. قلت عم اذهب إلى واحد من القبور، قالت لا قبر لأبي يا أختي، أنا ما عندي قبر. فجئت مع عمتي زينب
وتوقف زينب والشاعر شوف شو يقول، تقول له خويا 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 من اليسر جينا ولفيناك، خويا لفيناك لفيناك يا خويا، وللقبر كلنا قصدناك قصدناك. أمنيعتها أمنيعتها تقول له خويا أنا بنفسك عد تراه ساعة وياك، خويا وياك أنا خويا تيسرت من عقب عيناك عيناك. شو توصف للآلام هاي اللي ذكرتها لك؟ تقول له خويا موش ولي ولي تعداك، خويا عداك خويا حسين، لا غسل لا جفن لا دفن عفنا وراك. أريدت إنه ياي خويا، لا غسل لا دفن لا جفن عفناك. بعد سيدتي شنو اللي جرى؟ تقول له خويا تحيرت انا بتامك، خويا يتامك خويا، وكل مرارة لقيتها هناك خويا هناك، ما تسمعني يا خويا وترد هم من دواك. بعد ذلك نظرت إلى القبر، جالت ببصرها إلى أن نظرت إلى العلقمي. أنا دوم هذا العلقمي إلى أثر، إلى وجود هذا مولاك أبي الفضل العباس، هذا شفيعك. تقول دنت شيئا فشيئا ومعها زين العابدين، واجتمع للنسوة هناك، جلست على قبر أبي الفضل تعاتبه: أخي جئت بي إلى كربلاء، من يرجعني إلى المدينة؟ أخي عباس ماذا أقول لأمي أم البنين؟ أخي عباس كيف أدخل إلى دارك وما موجود بها أحد معيشة؟ أخي عباس أخي عباس أخي عباس. الإمام زين العابدين يقول: والله سمعت أنين أنين أنين. تقول جينا جينا خويا جينا، وعلى قبرك قعدنا خويا قعدنا، وننخاك يا عزنا وضمدنا، هاي المحامل يا ابو فاضل قبردنا، والله هاي المحامل قبردنا خويا. مهم ناس بيا عباس الغربة تردنا خويا، قعد يا راعي العلم والجود. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أن محمد أيهم الخالدون، والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بالحسين الشهيد وبزينب الكبرى أن تحينا حياة محمد وآل محمد،